رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم في قناتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج في الفقرة اللي جاية. اليوم السابع اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة طلبات صلاح الأسبوع المقبل. اتحاد الكرة يطالب الأندية بطرح التذاكر قبل المباريات ب 72 ساعة. اليوم السابع الكاف يجبر المنتخب على خوض مبارياته ببرج العرب. فيتو أجاري يجهز قائمتين لمواجهة سوازيلاند بتصفيات إفريقيا. يلا كرة أحمد ناجي ليلا كرة سنضم حارس رابع للمنتخب. اليوم السابع أحمد علي يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر سوازيلاند. فيتو طلعت يوسف يطالب أمن الفيوم بالسماح للعودة لملعبه. وان تري وادي دجلة ينقل مبارياته لبتروسبورت بسبب الجماهير. الوطن سبورت فيفا يهدد صفقة انتقال لاعب الاتحاد السكندري للصفاقسي. سكاي نيوز إنريكي يبدي رأيه بمودريتش ويقارنه بميسي. ريال مدريد أفضل نادي في أوروبا للعام الثالث على التوالي. سبورت 360 الاتحاد الأوروبي قرر إطلاق بطولة أوروبية ثالثة للأندية. كورة برشلونة يقدم طلب رسمي للعب في الولايات المتحدة. هنبتدي أهم أخبار الكورة المحلية من اليوم السابع اللي قال إن مجلس الجبلية مستني عودة هاني أبو يدي رئيس المجلس يوم الأربعاء اللي جاي من أمريكا عشان يعملوا اجتماع ويناقشوا فيه طبعا أهم طلبات محمد صلاح وكيفية طبعا تنفيذ طلبات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني. رامي عباس وكيل محمد صلاح كان بعت قبل كده خطابات لاتحاد الكورة فيها بعض المطالب الخاصة بنجم ليفربول سواء على المستوى الأمني أو كمان على مستوى الحقوق الإعلانية. كمان سوبر كورة قالت إن اتحاد الكورة بعت خطابات لأندية الدوري الممتاز لعام 2018 بيطالب فيها بخلال طبعا الخطابات دي طرح تذاكر المباريات قبل 72 ساعة من ميعاد المباراة عشان يكون في وقت إن هم يبيعوها وكمان وقت يوزعوها. ثروت سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد الكورة قال إن هو تم التأكيد على الأندية بضرورة طرح التذاكر قبل 72 ساعة من ميعاد المباريات، خصوصا طبعا تذاكر الفريق الضيف وعددهم 500 تذكرة و 1500 تذكرة لطلبة الجامعات. اليوم السابع قال الاتحاد الافريقي الكاف طلب ضرورة تواجد جماهير في المباريات اللي بتتبع الكاف بنسبة 75% من ساعة الاستاد عشان يجبر مسؤولين اتحاد الكورة ان هم يعملوا مباريات المنتخب اللي جاي على استاد برج العرب، وبيستعد طبعا منتخب مصر لمواجهة سوازيلاند يوم 10 او 11 اكتوبر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية 2019 في الكاميرون، وبعد كده هيكون في مباراة يوم 15 أو 16 برضو بس سوازيلاند في الجولة الرابعة في نفس البطولة. فيتو كمان قال إن المكسيكي أجاري مدرب المنتخب استقر على تجهيز قائمتين لمباراة سوازيلاند يوم 10 أكتوبر اللي جاي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. بيسعى أجاري إن هو يستعين ببعض اللعيبة في المباراة الأولى وبعد كده هيستعين بلعيبة تانية خلال المباراة التانية، وهتكون في برضو قائمة احتياطية